فضيلة الشيخ، الختم القرآن مطلب أساسي لكي لا يكون المسلم هاجرا له، وهل من يقرأ سورة الكهف فقط كل جمعة يعتبر هاجرا للقرآن؟ ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن، لأنه حياة قلبه وكلام ربه، وهو دافع للعمل الصالح ومانع من العمل السيء، فلا غنى للمسلم عن القرآن وتلاوته والإكثار من ذلك. ولا يهجر القرآن بمعنى أنه يترك تلاوته، على الأقل يختمه في كل شهر، هذا على الأقل، أو في كل 10 ليال، أو في كل 7، أو في كل 3، هذا هو المستحب للمسلم. نعم.